أكد المقدم طبيب الدكتور مناف القحطاني عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا في مقابلة مع برنامج مجتمع واعي أن هناك متابعة حثيثة وآليات طبية للتأكد أن المصاب بفيروس كورونا يطبق الاشتراطات الصحية في الحجر المنزلي. الشخص المصاب بينزل تطبيق مجتمع واعي، بيكون هناك اتصال 3 مرات خلال الأسبوع من فريق الرعاية الأولية، طبعا مو عشان نتاكد هو في البيت، لكن نتاكد انه فعلا الشخص اللي موجود يعني بصحه جيده. قبل هذه كلها الله يسلمك، يعني يتم استضافه الشخص في مركز الشامل عندنا، يشرحون له اليه العزل، يعطون الله يسلمك السويره، ويتم يدربونهم على تطبيق مجتمع واعي. في نفس الوقت نعطيهم شنو هي الـ3 علامات الرئيسيه اللي لازم الشخص يعرف ان هي شويه المرحله بدات تتطور. الضيق في التنفس، احنا كررناها اكثر من مره، الضيق التنفس هاي تكون من علامات اللي قد تؤدي الى ان الفيروس بدا ينزل الى الرئه ويكون عندك التهاب رئوي. نعم. ومصاحب ارتفاع طبعا درجه الحراره او فقدان شويه في الوعي. احنا عشان نطمن فقلنا نخلي الفريق الطبي للرعايه الاوليه يتصلون في المريض، لكن في نفس الوقت هناك تفعيل الي ان الشخص يدخل على الابلكيشن ويملي الفورمه كل يوم، يقوم مثلا انا عندي اليوم حراره او ما عندي حراره، وهذه المعلومات تروح حق الرعايه الاوليه. اذا ذكر الشخص انا عندي مثلا صعوبه في التنفس، واحنا طبعا وشيء تشكر على الجهد المملكه انه وفرنا حتى جهاز قياس التنفس الاكسجين للشخص، الطبيب نفسه يعني يكلم المريض. انا حبيت سالفه ان الطبيب يكلم المريض صراحه، واحنا اصرينا عليها، ترى يعطيك شويه حميميه ويعطيك شويه استقرار اكثر. نعم. منك بس تملي الفورمه اونلاين وتحس بشعور اطمئنان صراحه.